فيما يتعلق باستعدادات الاهلي للمباراه وبرنامج الفريق حتى موعد مباراه يوم الجمعه امام نادي الزمالك، وهي قمه افريقيه بكل تاكيد، مباراه بيترقبها الكره الافريقيه ويعني ناس جدا في جميع انحاء العالم، ما بالك بقى المصريين الاهلاويه الزمالكيه، هتبقى مباراه قويه جدا في الحقيقه. فانا عايز اتكلم مع حضراتكم على استعدادات الفريق. الفريق باذن الله هينتظم في المعسكر بدايه من النهارده لحد يوم المباراه. انت داخل معسكر مغلق باحدى الفنادق، هتتمرن تدريبات مستمره حتى يوم الخميس. يوم الخميس هيبقى في مران للنادي الاهلي في استاد القاهره الدولي، ويرجع على مكان الفندق اللي بيقيم فيه المعسكر بدايه من النهارده، وباذن الله يطلع على الملعب مباشره يوم الجمعه. نتمنى لهم يا رب كل التوفيق، كل اللاعبين متواجدين في المعسكر فيما عدا حالات الكورونا او اللي مشكوك فيهم كورونا، وباذن الله تباعا ينضم اللاعب تلو الاخر لمعسكر النادي الاهلي عشان الكل يبقى جاهز ومتاح بالنسبه للمستر بيتسو موسيماني. النهارده انضم كمان لمعسكر الفريق رباعي مش مقيد افريقيا، او منهم كان مقيد لكن لا يحق لي اللعب مع النادي الاهلي في المباراه النهائيه، والرباعي هم بدر بنون وناصر ماهر وصلاح محسن واكرم توفيق، وده كان طلب من مستر بيتسو موسيماني، وعايز يعني الناس كلها تبقى موجوده والكل يستعد حتى لو هم مش هيكونوا متاحين بالنسبه له، لكن يعني اربعه مهمين جدا بالنسبه للنادي الاهلي في الموسم الجديد، فهيكونوا موجودين في معسكر مهم زي ده. ده امر كان جيد في الحقيقه، والاربعه اتعمل لهم المسحه الطبيه وحالتهم كلها سلبيه، او النتيجه بتاعتهم كلها سلبيه الحمد لله. ده فيما يتعلق بمعسكر النادي الاهلي واخر الاستعدادات، وهنوافي حضراتكم بكل الجديد اللي بيتعلق بالفريق خلال الفتره الجايه. بما اننا بنتكلم عن مباراه القمه الاهلي والزمالك، فخلاص اللجنه الخماسيه بالاتحاد المصري لكره القدم اعلنت النهارده برئاسه عمرو الجناني تكليف محمد فضل عضو اللجنه الخماسيه بمهمه التنسيق والاشراف على تنظيم المباراه النهائيه لبطوله دوري ابطال افريقيا بعد التنسيق مع الاتحاد الدولي او الاتحاد الافريقي لكره القدم المنوط بتنظيم هذه المباراه. واحنا عارفين طبعا ميعاد المباراه خلاص، والمباراه في استاد القاهره بشكل رسمي، كل هذه الامور ماشيه في الاطار الطبيعي. وانا عاجبني جدا المجهودات اللي بتقوم بيها الدوله سواء من الجانب التنظيمي او الجانب الامني تحديدا، وده امر متعارف عليه ومعروف في مصر، وان شاء الله باذن الله الامور تسير بالشكل الطبيعي، وباذن الله باذن الله الاهلي يكون موفق وياخد بطوله دوري ابطال افريقيا. دي اهم الاخبار والاحداث واخر الجديد اللي بيتعلق بالفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل عندنا تفاصيل اخرى هنتكلم فيها، استنونا.